هذا بيعطينا هذا المعطى أو هذه المعطيات بيعطينا استنتاج واضح وقطعي مو احتمال أن الاستقالة كانت قرارا سعوديا أملي على الرئيس سعد الحريري وأجبر عليه، وأن الاستقالة لم تكن نيته ولا رغبته ولا إرادته ولا قراره. أنا لن أدخل في نقاش، وحزب الله كلاً لن يدخل في نقاش المضمون السياسي لبيان الاستقالة، لأننا نعتقد أن هذا النص هو نص سعودي وبيان سعودي، وبالتالي إذا بدنا نعمل نقاش حول المضمون السياسي للبيان المطلوب نعمل نقاش نخاطب فيه السعودية. يعني بالحقيقة اليوم لما بينحكى في لبنان أنه بعض المعلومات أو بعض التحليلات أو بعض المناشدات التي تتحدث بقلق عن شخص رئيس الحريري، أنه هو اليوم وين؟ هل هو في الإقامة الجبرية؟ هل هو موقوف؟ هي أسئلة مشروعة. هل يستطيع العودة إلى لبنان؟ هل سيسمح له بالعودة إلى لبنان؟ هذه ترى أسئلة مشروعة. نحن في حزب الله ندعو إلى ما يلي: أولا إلى الهدوء وإلى الصبر وإلى التريث بانتظار اتضاح الصورة والمشهد والأسباب الحقيقية، وبالتالي عدم الإصغاء إلى كل التكهنات والتحليلات والتهويلات. فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس مجلس النواب عم يتواصلوا، عم يتشاوروا، عم يتباحثوا مع كل الجهات المعنية بالبلد، وأيضا بشكل هادئ ومتريث بانتظار عودة الرئيس الحريري يوم الخميس إذا أذن له بالعودة أو كان ظروفه تسمح بذلك، أو أن يبنى على الشيء مقتضاه.